احنا انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة قوي خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او اكتر. اقول الفرصة جت بايه؟ بان في مسار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجة اتشكلت خرجت للنور في المشروع ده. اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه.